بسيطة. ايه، جابوا لي الدكتور اللي بيعالج كريستيانو. يا عيني، عمل عشان يعالج رجلك، ايوه، عمل لي علاج طبيعي. عشان كده نزلت الماتش بسرعة بقى. لا، اللي هو عايزه على يعني، انا دلوقتي عايزه هيقعد ارقص بقى لي سهران 3 في ايام بقى. مكان، ما تقوليش اني هقعد اسمع ام كلثوم. لا، هسمع ويجز وهسمع الشباب الجداد لكن لما هقعد قالت شيرين عبد الوهاب في تصريحات للإعلامي عمرو أديب عن برنامج الحكاية قريبا خلال 15 يوم في حفلة في جدة، وفي ليلة أنا مسميها ليلة شوشو لأن اللقب اللي اتقال صوت إحساس العرب كبير جدا، وإن شاء الله أكون قده واستاهله. وأضافت: إحنا العرب عندنا الإحساس مش دايما يقولوا بره الدنيا ساقعة، فالناس ما عندهاش مشاعر زينا، وأشكر كل جمهوري في الوطن العربي. وشاركت شيرين ليلة أمس في حفل روائع الموج الذي أقيم على مسرح أبو بكر السالم في الرياض برعاية هيئة الترفيه، حيث غنت من ألحان موسيقار الراحل محمد الموجي أغنية أنا قلبي لك ميال لفايزة أحمد، وللصبر حدود لأم كلثوم، وصل تفاعل كبير من جمهور الحفل.